ولد عبد العزيز عبد الله المسلم في 4 أكتوبر عام 1965، تتلمذ على يد والده المؤلف عبد الله المسلم، وبدأ مشواره الفني منذ الطفولة عام 1969. حصل على ماجستير في فلسفة التمثيل والإخراج المسرحي عام 1987، عمل مديرا للدراما في وزارة الإعلام، ومديرا عام للإنتاج بالإنابة لإذاعة الكويت، ومراقبا في مكتب وكيل وزارة الإعلام، ويعتبر من مؤسسين مسرح الشباب في الكويت، ومؤسس المسرح الإدرناليني المعروف باسم مسرح الرعب. بدأ حياته كفنان في سن صغيرة، ولكن أعلن الاعتزال وعاد مجددا بعد أن أصبح شاب. ومن أهم أعماله الدرامية عندما ظهر للمرة الأولى على الشاشة وهو بعمر 4 في مسلسل ابن الصياد عام 1969، والشاطر حسن، الطامعون، بيت الوالد، فريج صويلح، عتيج الصوف، الأصيل، نور عيني، البيت المسكون، الليوان، اللي ماله أول، وبرنامج سينمائيات. لم تقتصر أعمال عبد العزيز المسلم على المجال التمثيلي فقط، بل كان متخصصا أيضا في مجال التأليف والإخراج، وله عدد كبير من الأعمال المسرحية والتي قدمها على شاشة تلفزيون الكويت طوال مسيرته الفنية، كما أنه واحد من أبرز مؤسسين مسرح الشباب في الكويت، أو ما يسمى المسرح الإدرناليني، ومن أبرزها برشامة، هالو بانكوك، بوسند في باريس، فري كويت، عاصفة الصحراء، عبيد في التجنيد، هالو كايرو، وخمسة وخميسة، ومصاص الدماء، البيت المسكون، زمن دراكولا، والخيران رايح جاي. كل هذيل حرامية يا ابني حريم بتايا كلهم، تقول لي حرامية يبا؟ مو كلهم بس طلعها. يلا يبا يلا يبا، هي وحدة فيهم. أنا بس اشتغل أي وحدة، كلهم مثل مثلي. يا الغالي كلهم يتجابوا هون، تقول شالهات وخيران. يا ولين احنا ببلاد ما عندنا خيران، شو اسوي لكم؟ تبون اسوي لكم خيران مثلنا؟ هاي زين، يا يهداك الله يا وليدي. يهداك انت بعد، وانت تقعدين قاعد كل ساعة قاعد تصغر علي. لا 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 تمشي يا وليدي. لا عادي ماكو شيء. خبويتني انت، خبويتني ترى. شو اسوي لك؟ ويا راسك والله تقول كرة بولينج. حميد ها؟ مو اسمك هذا؟ حميد خميس جمعة. اي واحد بس حميد. كله واحد. ها؟ وين بطاقتك المدنية؟ احنا ما عندنا مثلكم، طلع لي هذي وينهم؟ يبا انا قمت مسكت نايم. ايه؟ قمت؟ شو الحق هسيدة؟ ايه؟ ايه تركب وانا وراها؟ ايه؟ زين؟ ايه؟ لين وقفت عند موقف المواصلات؟ ايه؟ يد المواصلات. ياد، ايه؟ كمل. يد المواصلات. ايه ياد، ايه؟ يبا يد. يا وليدي ياد، يد كل واحد قول. ما يصير هذا مخبر. يات المواصلات وبعدين؟ يات المواصلات؟ ايه. ووقفات؟ واصل واصل واصل. شنو انا ما سويت شيء؟ يا وليدي بهداك الله لا تنحش عني، تعال كمل يعني كمل. انت تعال كمل كمل، اكمل الفراغ يعني. زين زين. خلاص بعد شوي تقول لي قلل بعد. ما تنعطى وي. انا بجمعك. جمع لي لان انت انا ضعيف بالجمع. زين يات هي المواصلات وبعدين؟ يات المواصلات؟ ايه ابوي؟ يبا والله ما سويت شيء. يا ولادي هذا حكينا انت شعيرك لا والله. يبا مترجم. كمل. يات المواصلات؟ ايه ابوي؟ ايه ويتي ابوي وياها بعد؟ بس ابوي ما ركبت وياهم المواصلات. بعدين صدق يوم وقفت تنقر المواصلات لين جت المواصلات، عقبها ركبت المواصلات. والله العظيم انت مصرقع. طبعا تركب المواصلات ولا ليش وايد تفصل بالمواصلات؟ انت مصرقع واللي يسمع. يا ما اسمعني اسمعني خل افهمك انا عشان ما تشوف تقول لي قلت غلط ولا كذب. ترى ما كذب. لا انت ما كذب. انا مو طالع على ابوي. ما شاء الله عليك كمل. ترى هي يوم ركبت المواصلات يا حميد. ايه. ولا شو اشوف يا حميد يا ولد خميس يا ولد جمعه؟ شو شافت؟ كلهم مثل مثل، تقول بيوت الظهر. والله العظيم انت اسمعني انت. ها كمل. ها والله.
حصل عبد العزيز المسلم على العديد من الجوائز الذهبية والشهادات التقديرية في عدة مهرجانات دولية، منها جائزة أفضل مخرج مسرحي في المهرجان الكويتي المسرحي عام 1990، وحصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي، وجائزة أفضل ممثل دور أول، وجائزة أفضل ديكور مسرحي، وجائزة أفضل تقنيات مسرحية، وذلك عن مسرحية البيت المسكون 2 ضمن مسابقة العروض المسرحية. وحصل على العديد من الجوائز بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وذلك عن أعماله الإذاعية المشاركة بها، كما أن له العديد من المشاركات الدولية الأخرى مثل ملتقى القاهرة العلمي لعروض المسرح العربي. ساهم عبد العزيز المسلم في كتابة عدة دراسات، منها دراسة عن الوسطية والاعتدال ونبذ العنف، ودراسة إعداد الخطاب الإعلامي لحرب تحرير العراق، ودراسة إعلامية للدفاع المدني كعضو لجنة الدفاع المدني وضابط اتصال لوزارة الإعلام الكويتية، وقدم دراسة بناء مسرح الهيئة الخيرية، وهو مسرحي له العديد من التجارب الإعلامية والفنية، وهو مدير مؤسسة مسرح السلام للإنتاج الفني في الكويت. أوه المضاجع فل، ظاهر موسم عندهم. حسيك انت ما حسيت في سيبت؟ بلا، قلت لي أكد لنا الحجز. لا المفروض تاخذ من الباوتشر. ما قايل له انا نبي 2 سنجل. الله هدي فسبقني، وين اروح انا ولا مكتب فاتح الحزي. لا حسيك اذا كان عندهم سويت ولا شيء احسن ناخذ. ايه سويت ويا ابو حسين على الاقل. إيه؟ والله وحشم هوا شوي. صح، عاد على الله يلقى لنا سويت في بلكونه. زين الحين ايش رايك ندش ننام هني داخل اليوم؟ نام هني بس وهذا لا قذقة وايد. وش يسوي؟ ندش يلا 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 توكلنا على الله. يلا هلا قوي، هلا صبيان ان يومكم. آسف الطيب على مال سفنج. والله قطع شريحة داشين بالوعة. شنو هذا غلطة حار موت؟ ماني شايف فتحة التكييف. ماكو تكييف. ها ما كله وحدة صغيرة وهذا الكمبريسر مالها. ما كله نام فوق. ايه هني هني مرتفع، مضرب هواء مضرب هواء. إيه مضرب هواء. يلا شباب يلا عافية، روحوا بيوتكم يلا نزلوا. يلا روح عافية، يلا يلا من نام. يلا 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 نام هناك نام هناك يا الحبيب. وانا قاعده من فيروه باكر عندنا اختراق الدبابات. تعال الصاعقه يا معود. احنا اللي مصقعين، احنا عاجبين. ايه يلا يلا عاد يلا لا تشوفون شيء ما شفتوه الحين. ها شيء ما شفتوه بتشوفون. يلا وزنا شيء ما شفناه. شنو شيء ما شفناه؟ خلهم خلهم يا ابو خلي، هذول يدد ما يدري وش السالفه. يلا يلا هناك يلا يا ابو خلي الحلي القديم. وين مدير المرجع؟ مدير المضجع وينه؟ مدير المضجع داش فندق انت؟ ما عندكم مدير؟ عبد العزيز المسلم صاحب مسيرة طويلة ومشوار فني كبير مليء بالنجاحات والرسائل الهادفة والشخصيات المتنوعة التي قدمها خلال رحلته الفنية، ولا يزال عطاؤه الفني مستمرا على حب جمهوره له ولمسرح الرعب الذي يعد مؤسسة في العالم العربي.